السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حضرات. الموضوع الثاني اللي هنتكلم عليه في هذه المادة هو دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، وده إعداد الأستاذ علي تاني حارب جمعة، الأستاذة خلود سليمان خلفان، الأستاذة غادة محمود محمد. في الحقيقة هذا الموضوع وهو دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم المشروعات الصغيرة هيتكلم عن عدة نقاط، أولها أهداف الصندوق، ثانيا المحاور الرئيسية لعمل الصندوق للتنمية الاجتماعي للتنمية وهو تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة لتغذي وتتكامل مع المشروعات المتوسطة الكبيرة في كافة محافظات مصر، اللي هي يا جماعة بغرض إيجاد فرص عمل دائمة ناجحة ومستقرة، ثم تنمية المشروعات متناهية الصغر بغرض زيادة دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية، وتوفير بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة من خلال دعم أنشطة هذه التنمية المجتمعية والبشرية، مشروعات الأشغال العامة، وتحفيز وتطوير آليات وسياسات التشغيل الذاتي ولدى الغير، ونشر فكر العمل الحر بين الشباب، ثم توفير الخدمات غير المالية لإنجاح هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر. ثم ثالثا أنشطة الصندوق، أول حاجة قطاع الإقراض المتناهي في الصغر، ثم يعني اللي هو بيقدم خدمات مالية وخدمات غير مالية وخدمات تنمية الصادرات وخدمات الدعم الفني وخدمات التأهيل أو التدريب وأهيل، طبعا الخدمات المساندة أو المساعدة، إدارة الفرنشايز، حاضنات الأعمال، جمعية التأمين التعاوني، إدارة التدريب والتجمعات الصناعية، إدارة تنمية الأعمال والدعم الفني، ثم مركز الدعم التكنولوجي.